فرح يكون معنا امرأة سورية عايشة هلأ بدبي. هي فنانة تشكيلية، عملت معارض كتير، عندها قصة حياة حتحبوها كتير كتير. لنتعرف عليها أكتر امشوا نروح عبر جوجل ميت لدبي ونتعرف على لولو خانم أو السيدة ليلى كملماز. هلو ليلى. يا مرحبا، كيفك؟ أهلا وسهلا، نورتيني. يا الله شو طلعة حلوة، بتجنني. أول شي ما في أحلى منك ومن روحك ومن ألوانك، وشو هالديكوريشن الحلو. طبعا لأوصف لكم للي عم يسمعونا، يعني مدام ليلى هلأ بيتها عندها شجرات، لابسة ألوان حلوين. ليلى خانم، خلص هي عند لازم أقول ليلى خانم، يعني ما بيعرفوا إنه نحن هيك أخدين وش على بعض. حبيبة الروح، أول شي أنا بتمنى أنت تعرفينا عن نفسك للعالم اللي عم يسمعونا، مين أنت تماما؟ أنا ست سورية وبفتخر، ربيت بعيلة من ست أخوات، ماما وبابا بجد ربونا على شغلة حلوة كتير، محبتنا لبعض. أنا بوجه أول شيء تحية لكل الناس اللي عم تسمعني، وقلي الفخر اليوم أنه المدينة اف ام عاملة معي مقابلة. نحن قلنا الفخر فيكي، صوتي ببلدي بالبلد اللي كبرتني ودرست فيها وحبيت فيها أول مرة وتزوجت فيها وجبت أولادي فيها. فأنا ست سورية يعني بكتير مو شوي، عندي ثلاث أولاد، زوجي متوفي صار له 17 سنة تقريبا، انتقلت كنت عايشة بلندن تقريبا شي 17 سنة، رجعت على سوريا، توفى زوجي بمرض عضال وكملت المسيرة مع أولادي، وبعدين انتقلنا على دبي وكملت مسيرتي مع الأولاد وهلأ وصلت لهون. صار عندك متابعين كتير بتألهميهم، بشوفك بتنزلي شغلات كتير حلوة وملهمة، يعني فيعني انه كتير انا لقيت لك عالم عم تعطيهم امل. وطبعا اللي بيعرف بيقدر يدخل على صفحة لولو خانم على عبر الانستغرام ليتعرف اكتر على ست ليلى. ست ليلى يعني بس احكي لي اول شيء، ليلى ليلى خانم انت درستي شهادتين صح؟ ادب أربعة. عربي وصيدلة. اربعة اربعة توعدتي البكالوريا مرتين يعني؟ إيه؟ يعني فيها هوس دراسة. أنا بحب الكتابة جدا. أنا خلصت الصيدلة بحب الكتابة جدا، عملت أدب عربي. إذا بتشوف فوتي على صفحتي على الفيسبوك إلي كتابات كتيرة، طبعا ما لسه لهلأ، لسه لهلأ ها، بس لسه بعد شوي بجوز يطلع معي. بحب أكتب وإن شاء الله بدي طلع كتاب قريبا، بانتظار هالشيء إن شاء الله. الشغلة الثانية، وقت كنت ساكنة بلندن أخذت شهادة الانتيرير ديزاين هندسة ديكور، آخر واحدة أخذتها هون الار ديزاين اللي شايفتي انت وراي، هذا كله شغلي. جميل. بدبي. عندك مشكلة نحكي لعمر؟ عندك مشكلة؟ أنا انت لي احكي شو ما بدك، لأنه لازم تكوني فخورة وبتمنى كل الستات يسمعوا. يعني أنا 65 وفاتي بال 66، ما بعرف هلا أولادي بيقولوا لك 66 فاتي بال 67، أنا مواليد 59 احسبوها شو ما بتقول. فأنا مواليد 59 بفتخر. ولهلا عم تدرسي ولهلا عم تشتغلي على حالك وعم هلا عم تبلشي مشاريع هلا؟ إيه يعني شوفي أنا ما وقفت أبدا، لقيت شغفي وكان الأرت الحقيقة، يعني أنا الفن من وقت ما درست الصيدلي كان جعبالي أدخل فنون جميلة. وبتعرفي ببلدنا لأني جمعت مجموعة عالي، لازم تفوتي صيدلي، لازم تفوتي صيدلي، فتا كرمال خاطر أبي وأمي. بس كانت شغفي من يوم ما كان عمري صغيرة، والحمد لله حققته وبديت وصار عندي أربع معارض هون، يعني ساويت أربع معارض وبعتي لوحاتك. يعطيك العافية. طب وإن شاء الله لسه مستمرا الله راد. بس هي شو بدك تحكي؟ قلي لي مثلا، سمعت انك انت اول مره بيكون عندك مكتب عقاري عنا بسوريا؟ كان عندك مكتب عقاري؟ يعني شو خطر على بالك تفتحي مكتب عقاري؟ انا توفى زوجي ومعي ثلاث اطفال، وانا طول عمري يعني انا اليوم وقت حكيتك بحب كسر القوالب، يعني انا ما بحب حدا يحطني بقالب ويقول لي هذا حدودك. طول ما هو ماشي معيب فأنا بساوي.
فقعدنا انا وابني قاعدين، قال لي ماما شو رايك نفتح شركه عقاريه؟ قلت له شركه عقاريه بالشام؟ قال لي ايه ماما حتكوني اول ست عقاريه انت. فقررت وساويتها وما بتصدقي يعني اول ما فتحت يفتحوا الباب علي، بتعرفي مثل قفص السعدين انه يفوتوا يتفرجوا هيك انه مره اقول في ست عقاريه انه مره قاعده دلاله. بابا ضل 3 شهور لانه انت بتعرفي مفهوم ذكوري جدا، 3 شهور ما يحاكيني انه انت فاتح 10 دبابير ليله، يعني انت مو مفهومنا، ما في عنا حدا. وبعدين نحن بنقول دلال، يعني نحن ما بنقول شركه عقاريه، نحن ما بنقول. فانه يعني اشتغلي بالهندسه الديكور، اشتغلي بالادب العربي، اشتغلي بالصيدلي، تركتي هدول الثلاثه ورحتي على هذا. والحمد لله نجحت جدا. وبجد نحن وقت فتحنا الويب سايت بالشام واشتغلنا مع السفارات والهي، بعد 3 شهور نزل بابا واعتذر لي، قال لي الحقيقه البني ادم هو اللي بيحط اكابريه على كتاف المهنه، مو المهنه بتحط اكابريه على كتافه. عظيم عظيم حبيبي عمو. بدي اقول لك كمان شغله ثانيه، زوجك بالكانسر، انا بعرف انك انت بعتي كل شيء لحتى تساعديه، لحتى تساعدي. أيوة. ورجعتي على الصفر. اي والله ورجعت على الصفر. وشوفي بس تعرفي شو غالية، تعلموا أولادي شغلة إنه الدنيا مو فصل واحد فصول 4. يعني أنا بمرحلة من المراحل نزلت على البالي وجبت لأولادي أواعي، جبت تيشيرتات لعدنان خلاه هون، مرة من المرات هون أنا هون عم ضبله أغراضه بدبي، ففي واحدة من التيشيرتات بدبي، واحدة من التيشيرتات عم يحطها كل مرة بيحطها بقلب هالشنتاي. قلت له أمي يعني حاجة التيشيرت كبها؟ قال لي لا، هي واحدة من التيشيرتات اللي دورتها لأولادي، لقال لهم إنه البني آدم طالع نازل. فلا مالي مروحة أبدا، هي من الذكريات الحلوة بحياتنا مو الذكريات البشعة أبدا. فيعني هذا كان ما بتتصوري قديش درس حلو. اليوم وقف مع أولادي سواهم مثل ما هنن هلا. فبالعكس احيانا المأساة ما بتحسيها انه يعني انت بيجيكي بتفكريها انه هي اكبر مأساة بالدنيا، بتكون هي اكبر فضل. انا ما عم اقول الله يرحمه، اكيد ترك فراغ كبير، بس كمان اسل اولاد خلاهم يوقفوا على رجليهم وخلاهم يتعلموا شو يعني الشغل لحاله. عظيم. ولما رحتي على دبي بلشتي انت والاولاد من غرفة واحدة صح؟ سكنتوا بغرفة واحدة؟ نعم. يعني الله وكيلك تطرق ركبنا ببعض، يعني ما نقدر نستقبل ضيف لأنه نحن قاعدين بغرفة وأنا بالشام. يعني وصلت الشركة العقارية لمناطق جدا حلوة، كنا فاكرين نفتح بحلب وبحمص وبحما نساوي لها فروعة. وبتعرفي البلد يعني جانا ظروف صعبة جدا، وأنا عندي لسه بنت صغيرة فاضطريت للانتقال لدبي. بدبي والله بتذكر، يعني أنا بتذكر مرة من المرات بنتي التهب سنة، صار هيك إلا أمي قومي مضمضي بمي ملح، أنا ما معي أخذك على دكتور أسنان، أنا ما معي فوتك على جامعة هلا، بدك تدبري حالك. والله بتذكر نزلت بالشارع صارت تبيع موبايلات، تعمل بروموشن لموبايلات، شخصيتها قوية. هذا اللي عم قلك انه احيانا الازمة بتقويكي، مو شغلة بشعة ابدا، بتسقلك يعني بتطلع معدنك الحقيقي قديش انت فيكي. شوفي اليوم قريت شغلة كتير حلوة، الفشل بيخليكي تبدعي، النجاح بيخليكي تصيري ارجنت، شو بيقولوا يعني بيصير عندك نوع من انواع المفاخرة، بينما الفشل لا، الفشل بتحسيه عم يسقلك ليطلع منك هالضغط كله، ليطلع منك الألماس الجوهرة. وبجد يقبشوا عظامي إلهي، 3 طلعوا. حكي لنا شو وضعهم هلأ؟ الله يحميهم إلهي ويخلي لك ياهن. 1 عم يسمعني على اللايف، و2 لكم قاعدين قدامي، يلي غير لي الكمبيوتر واللي غير لي مدري. خليني شوفهم، خلينا نسلم عليهم. تعالوا نسلم، تفضلوا. عندي 3 أولاد، عندي دانيا الكبيرة، عندي دالا، وعندي عدنان. عدنان بالمكتب هلا، هاي دانو. مرحبا، كيفك دانو؟ دخيل جمالك. هاي. وهاي دالا. حسيتوا هالفترة أنتوا وماميتكم اللي مرقتوا فيها الفترات الأب أند داون هاي كلها، أستكم قوتكم أنتوا قد الحياة اليوم؟
اي والله. شو بتقولي يعني لأمك؟ يعني هي الرول موديل تبعنا. تمام تمام عن جد. لا احكي لك انه كل الناس تستغرب انه ليه انتوا طالعين هيك او ليه انت لهالدرجه شخصيتك قويه او انت من وين. دائما برد عليهم دائما هي جوابي ماما. ماما هي اللي يعني قوتنا وكل ما نحن بنوقع لهلا بنوقع يعني كل يوم قلنا وقعت ومستعدين هلا صرتوا بتجي الوقعه ام ريدي تمام. فكله بتلاقي فورا ركض عن ماما حكى لها 1 2 3 هيك 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 صاير معي ماما قومي بدي 1 2 3 كل شيء اعطوها بوسه. طيب هلا هيك قدامنا على الكاميرا الله يحميكم ويخليكم لبعض. وكلمة قستنا أنا غلطت فيها هي بالعكس أنتوا قمة الحنية وأنا شفتك عندك أطقوط عندك كلوب صغير وقدي تهتمي فيه وقدي قلبك طيب بجنة. يعني هلأ أولادك عم يدللوكي طمنيني ما صار وقت هنن يكونوا مهتمين فيكي ويدللوكي حبيباتي. يعني لح أحكي لك قصة. عدنان من 5 سنين 6 سنين بعت لل شو بيقولوا له الميل تبعه للجيميل في برنامج بتبعتي مكتوب لحالك بيرجع لك بعد 5 سنين انت شو بدك شو جعبالك تساوي بحياتك بهالخمس سنين. بعد 5 سنين بيرجع لك. واحدة من الشغلات اللي طالبها انه خلي امي تقعد بقى وترتاح. والله بكاني وقت رجعت الرسالة. يا عمري من قد شو شافك حاولتي وعملتي اشياء. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مالي ما بتتصوري غالية أنا ما بحس حالي أنه أنا تعبت. لا لأنه لولا هذا الحكي أنا ما وصلت له. يعني الدنيا ما تقري الصفحة بيومها. أحياناً كتير بتكون الصفحة سودة. يعني رح أحكي لك قصة من القصص اللي صارت معي. أنا بتذكر يوم زوجي الله يرحمه كان تعبان واجت الديانه والدنيا ما معي مصروف اكل واشرب. سطحت جنبه بالليل قول يا ربي بس يعني بس عطيني هيك نقطه بيضه بس بهالسواد لحتى ابدا شقه واطلع منها. لبست ثاني يوم الصبح تركتهم كلهم انا غضبانه. لبست الاواعي وحملت حالي وطلعت شردت بالشارع. وانا طالعه جارتنا فوقنا عامله بنتها حادث سياره ومتوفيه. بعد شوي في وسيم حازين على بيته وهي الديانة والها. مرقت بالشارع بعد شوي رجال كبير قاعد بالشارع أولاده مطلعينه. طلعت قلت شو بدي أكتر من هيك. مسج عم يبعث لي يا رب العالمين إنه أنت قاعدة بالنقطة البيضة بس تعي جواتها. يعني أنت قاعدة بعيدة كتير عنها تعي جواتها. الحمد لله أولادك كويسين الحمد لله زوجك لسه عايش الحمد لله عندك بيت. في كتير مصايب أكبر من هيك بكتير. يا والله رجعت اتدوشت ولبست حطيت فيروز مثل العادة وكملت نهاري بياخد العال. يعطيكي ألف عافية ويحميلي ياكي شو ملهمة. طيب بتذكري وقت الحرب بسوريا طلعت معك فكرة جدايل سوريا؟ بتذكر حضرتك اللي عملتيها ونزلتي هالعالم كلها ونزعت الأمويين وقصوا شعرات وحكي لنا الترتيب. شوفي أنا دائما بآمن وأنا على صفحتي دائما بآمن أي مشكلة بتنحل وقت أنت بتركزي على الأم. يعني الأم أساسية بالبيت. يعني أنت الولد أول ما بيفوت وبيلحش شنطاته وين ماما. البني آدم على الكبر وقت بيجعوا شي شغلة بيقول دخلك يا أمي. الأم أساسية بحياتنا بعدة مجالات. يومها كان عندي قناعة لو نحنا منقدر نوعي الأمهات لا الشيء اللي نحنا وصلانين له كتير منقدر كنا. والحقيقة يعني إذا ما بقلك 90% إنه سوريا صمدت بهالمرحلة كلياتها بوجود أم واعية. الحقيقة الأم واعية. فنحنا نزلت أنا بهداك الوقت كانت عدد من السجناء العراقيات بالسجن كانوا عاملين مثل يعني شو بيقولوا له مبادرة كانوا عم يقصوا جدايلهم مشان يقولوا للأمريكان إنه نحن ما بدنا ياكم. فخطرت لي الفكرة إنه نحن كأمهات ننزل نسمع صوتنا. نحن ليش بساحة الأمويين؟ نحن بدنا أولادنا يرجعونا. بدنا العيلة السورية ترجع. بدنا بلدنا تكون مثل الأول. فنزلنا وقعدنا بساحة الأمويين
والحقيقة انسمع صوتنا جدا، لأنه جدايل سورية بعد كملت، أنا بعد ما طلعت كملت لكتير مواقف حلوة حبيت. هي المعنى تبع أنه لما المرأة تقص شعرها مثل أنه يعني شو المعنى تبعها؟ يعني أنه أنا أضربة، يعني أنت جمال، أنه أنا يعني جمالي ما بدي إيه عفوا طيرنا معك تماماً. أنا اليوم مأضربة، أنا عندي إضراب، أنا اليوم شعراتي ما بدي إياهم، بس أنا بدي أنقذ أسرة. والحقيقة عم قل لك الحقيقة، وساوينا يعني لوحة كانت من أجمل اللوحات تساوت ب الجدايل بالنساء اللي كانوا موجودين بساحة الأمومية بهذاك الوقت. تكرمتي من السيدة الأولى كمان ما؟ تكررت من السيدة الأولى بس قبلها أنا، نحن عملنا مع السيدة الأولى، عملنا مثل مبادرة كانت من أجل تكريم أحسن أم سورية، وكنت أنا واحدة من بيناتهم. إيه تستاهلي فعلا. يعني نحن قربنا تقريبا وقتنا يخلص ورايحين باتجاه البريك، بدي قلك تقولي لهالناس الفاقدين أمل عنا بسوريا، من سيدة سورية يعني امرأة حديدية، زوجة وفية، أم وفية، يعني مرأة ملهمة فعلا بكل معنى الكلمة، بالشغل عظيمة، بكل شيء أبدعتي، يعني أنت لقلنا قدوة تعيش الحياة وتعيش ليلة كملماز. بس احكيلي بقى يا ليلى رسالتك لكل اللي عم يسمعوكي بسوريا هلا. شوفي أنا بدي إلا للست، يعني وأنا بجد بآمن، برجع بقلك البيت ست. أنت اليوم نحن كلياتنا فاتين بضائقة مالية، معيب أبدا تبدي تتعلمي مهنة تساعدي فيها البيت يقوم موقف على رجلي. والمهنة معيب طول ما هي بالحلال، أي مهنة طول ما هي بالحلال. ولا تقولي إنه نحن القواعد الاجتماعية بتقول إنه هذا عيب. يعني في أول ست لبست بنطلون يمكن أكلت بهادل من الناس، اليوم نحن مندعي لها من جوات قلبنا، ومندك البنطلون ومندك البلوزة ومنقول لها الله يخلينا ياكي إنه طلعتي هالهي، أكيد أكلت ضربات على رأسها. فاللي اليوم عيب أو لليوم مسموح، كان من 100 سنة عيب، من 100 سنة مرة تطلع تشتغل كانت مو شغلة صح، اليوم كل النسوان عم تطلع تشتغل. الأعراف أنا الدين احترامي إله، بس الأعراف نحن خلقناها، فأنت فيكي تبدي شغلة الناس كلها ما كانت خاطر طلها. واليوم وجود الإنترنت، وجود اليوتيوب، وجود الدنيا كلها جاي لعندي، أنت فيكي تعملي كورسات بالبيت، أنت فيكي تبدي تتعلمي من البيت، تخلقي فرصة عمل لحتى ترجعي البيت يوقف. لأنه رجال اليوم لحاله، مو بس بسوريا، بالدنيا كلها ما عاد يقدر يوقف بيت لحاله. عظيم عظيم عظيم. I love you so much، نورتينا وشكرا كتير، حليتي برنامجنا وتشرفت فيك يا روح قلبي، وبنحكي كمان تحت الهواء. شكرا على الإلهام الحلو. I love you. أنا I love you. I love you so much. وتابعوا دائما مدام ليلى على لولو خانوم، وشوفوا الإلهام، وكل يوم الصبح افتحوا وشوفوا الفيديوهات الحلوة، وكمان على الفيسبوك. وعلى سلومة، احكي لنا مين سلومة أول شيء قبل ما تروحي. سلومة أنا كنت عند أختي وقت بديت اليوتيوب. أوكي. كان أول تسجيل سجلته سلمة بكندا معي. رجعت على وساوينا 3 أو 4 فيديوهات، رجعت على دبي صرت حاكية، كملت أنا إلا سلومة شوفي الفيديو إذا حبيتي حاكيني، وطلعت سلومة إذا حبيتينا حاكينا. هي كتير مهمة يعرفوها العالم إنه شي ألف حدا قالوا لي بالله اسألي مين سلومة. هي دليل إنه الحب عطاء والحب دعم. وأنا وقت بقول سلومة بقولها لكل مشاهديني أو كل الناس اللي عم تسمعني، حبيباتي إذا حبيتوني كبسوا وقولوا حبيتوني لأقدر أعرف أنه أنا عم بعطي صح. حبيناكي، بحبيك كتير، الله يحميكي ونورتينا وشرفتينا يا روحي. تقبشيني، شكرا كتير. باي يا قلبي، سلامات. أهلين أهلين، باي باي.